الغرفة الأولى مجلس النواب غيفتتح اليوم الدورة الربيعية، شنو هما الاهتمامات ديال الحزب في هذه المرحلة الأخيرة من هذه السنة التشريعية؟ فعلا كاين افتتاح ديال الدوره الربيعيه، ولكن ما نساوش باللي راه ما توقفناش، مجلس النواب ما توقفش من الدوره الخريفيه، تبعتها الدوره استثنائيه في شهر مارس، واليوم غادي نفتحوا الدوره الاخيره ديال هذا الولايه التشريعيه. في الدوره دمص تم يعني بعض القوانين التشريعيه جد مهمه، وبالاخص واللي اهم بالنسبه للمغاربه هو قانون اطار ديال الحمايه الاجتماعيه اللي كانت عليها التوصيه قوية من طرف جلالة الملك، يعني أعلى سلطة في البلاد، أنه تفعل، ما تبقاش حبر على ورق، أنه فقط قوانين نصوت عليها وندرسها وما تيتمش تفعيل ديالها. دونك هذا ورش أهم الأوراش اللي كنتمنوا أنه يتم يعني تفعيل دياله. صوت كذلك في الدورة الاستثنائية على المشاريع القوانين الانتخابية، وهذا شيء طبيعي لأنه كنت منه أنه الحجر الصحي ما يمنعش أنه يكون حوار سياسي، يكون واحد الأجواء اللي غادي تهيئ الواحد الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله في أجواء سليمة، رغم الوباء اللي جاء يعني وقف واحد العدد الأمور، ولكن ما تيمنعش أنه تكون أجواء سليمة. هذا تيطلب واحد النوع من الانفراج السياسي والهدوء ومن الحوار السياسي، وهذا علاش الدور ديال المؤسسة التشريعية كذلك جد مهم لترفع كل التطلعات ديال الشعب المغربي اللي يعاني في بعض الأمور. وحنا ما غاديش نديرو من هاد الدوره انتخابويه، خصنا نزيدو في مراقبات العمل الحكومي، نزيدو في التشريع. كاين بعض القوانين اللي جامده بحال قانون الاضراب، بحال يعني القانون الجنائي اللي هو كيأثر الحقوق والحريات ديال المواطنين والمواطنات، اللي باقي جامد للاسف. هذا واحد النوع من الفشل اللي خصنا نحاولوا باش نزيدوا نتقدموا. كاين قوانين اخرى تتسننا ديال محاربه غسل الاموال، كاين يعني واحد العدد ديال القوانين. احنا خصنا نواكبوا العمل التشريعي والعمل الرقابي، ونوصلوا لقبه البرلمان كل ما كيتناوهم المغاربه والمغربيات باش نحلوا المشاكل ديالهم. وكثرتو حنا في واحد الظروف اللي جيت صعبه في العالم كله، ولكن في بلادنا كاين واحد الفئات عارضه ديال اللي عندهم العمل غير مهيكل، اللي غير مصنفين الا بغينا نقولوا، باش يستافدوا من واحد الحمايه الاجتماعيه حقيقيه. مشروع القانون على الزراعه ديال القنب الهندي، هل مثلا الحزب ديالكم مستعد باش يناقشوا او لا تطلبوه بانه يتوخر؟ شنو هو الموقف من الحزب؟ بالنسبه لينا ما عندنا حتى شي مشكل تجاه هذا القانون، بالعكس خصنا ننوروا الراي العام ونديروا ايام دراسيه داخل قبه البرلمان، ونوضحوا شنو كنتسناو من هذا المشروع قانون، باش غادي يفيد وشنو غادي يمكن يعني يفك من صعوبات في النواحي اللي فيه هاد الزراعه ديال القنب الهندي. وتنظن باللي الحلول يعني ممكن نلقاوها ونتفاداو الجوانب السلبيه ديال المعلوم ديال التخدير الى غير ذلك. نعم، هناك الانتخابات اللي هي مقبله ولكن مرتبطه بالحاله الوبائيه ديال المغرب، ما تتشوفوش انه اذا مع الحاله كانت شويه صعيبه انه هناك تاجيل او غادي يبقى في التواريخ ديالو اللي هي تيقولوا في اخر مثلا التشريعيه هي في شهر شتنبير؟ حنا كنطالبوا بالوضوح اولا، وكنطالبوا باستمرار الحياه الديمقراطيه والحوار، وانه يكون تواصل. هذا الشيء جد مهم. الانتخابات ما هي الا غايه، ولكن تنطلبوا بالحياه الديمقراطيه ان تستمر. يعني بلدان كبرى وتم عندها انتخابات مهمه، وكنتجاوزوا لحاله طوارئ باش كننظموا الامور، ولكن ما نبقاوش في هذا الغموض. حتى من اليوم لغدا يقول لك عاوتاني راه صافي، خاص يكون واحد الحوار، واحد الجو، تهيئ الجو السليم من اجل استحقاقات اللي يكون مشاركه المواطنات والمواطنين في هذه الفتره اللي جد مهمه بالنسبه للمستقبل ديال الجميع.